بونسوار مازي، اسمح لي تعطلت عليك بزاف. ميا واش انت ما عمرك ما غادي تبدلي؟ شو ديزولي ديما معطلة. شفتيها علي عاوتاني؟ فاش عرفتيها؟ باينة حيت بابا مرض البارح دخل السبيطار وانت لقيتيها مناسبة باش تقربي منه وتمشي تسولي فيه، كاينه ولا لا؟ سولت فيه تقربت منه وعاوتاني تخاصمنا تخاصمتو عاوتاني؟ علاش؟ عاوتاني لو ميم ديسك، مشى بابا عندهم لوبيتال باش يشوف خوه، ايوا ماما جرات عليه. وبطبيعة الحال انت جاتك النفس على السطار دافعتي عليه وحتى هو ما بقاش جالس مربع يديه، دافع على بابا السي صالح. انتوما واش هاد الفيلم بيناتكم ما غاديش يسالي ولا؟ اون بليس زايد كيقول لي ماشي الوقت اللي نهضرو فيه في هاد الشيء. بيني وبينك امي راه حان الوقت باش توقفي على رجلك وتحققي الاستقلاليه ديالك. علاش اللي ما تبعديش على السميه ديال طاهر اكا وحتى على فلوسه؟ جو سي با يعني تكوني راسك برا بعيده شويه عليهم. وبالطريقه هادي راكي غادي تكبري في العين ديال السي صالح وحتى في ولدو علي. ولكن كيفاش؟ خذي العبره بخواتاتك. غاليه عندها اتوليي ديال الديزاين وغادي دير سوبر مارشي، وصوفيا عندها بوتيك ديال الشوكولا وغادي دير واحد اخر في مراكش. وانت شنو عندك؟ عندك البرد؟ نو، عندي لاسوسياسيون طاهر الخير. ولكن لاسوسياسيون طاهر الخير راه خيريه، راه ما كتربحي منها حتى ريال، فهمتيني؟ ميا انا راه جلست مع راسي وفكرت مزيان، وفكرت في واحد البروجي اللي كيوزن الذهب. انا جبت لك بين يديك واحد البروجي ديال بيرو دو كونسلتينغ، هادي 6 سنين وانا خدام فيه الليل مع النهار. وقلت علاش اللي ما نحطش يدي في يد ميا يعني نتشاركوا انا وياك فيه ونقدموه للحاج الطاهر، بروبوزيوه عليه. هاد البروجي هذا راه مضمون 100%، بغيتك تعاونيني على الحاج الطاهر، نقدموه انا وياك، يعاوننا غير في الاول ومن بعد غرا غنمشيو انا وياك، وانا متاكد رحنا غادي ننجحوا في هاد المهمه ديالنا. هذا مشروع كيوزن الذهب، بغيتك تقرايه مزيان هاد الليله وتركز عليه. جو تو في كونفيونس. ودابا لالا قولي لي شنو تشهات نفسك؟ بغيتك تاكلي احسن طبق كاين في هاد الريستورون هذا، تشرطي. شهيت لو بولب. اوكي سي فوبلي خويا. اسمح لي يا سي صالح، انا عمري ما كذبت عليك وعمري ما خبيت عليك. 28 عام وانا عايشه معك بالحلوه والمره، دايره لك الخاطر وعاطيك القيمه ديالك. وجيت للاخر وضربتي 28 عام كلها في الزيرو. ما تقولش هكاك سي صالح، انا والله ما كنت عارفه، انا ما مشيتش عنده ما طلبتوش ما قلتليش يعاوننا. انت اللي دخلتي ليا فلوس ديال الدار لداري، انت اللي كتبيعي وتشريعي معايا خزنه مني، علاش كتبتي عليا؟ والله ما كذبت عليك، هو اللي مشى كتب المحل وهبوا لينا، بغى يعاوننا. بغى يعاوننا. اسمح لي يا سي صالح، عمري ما نعاود. اللي كذب عليك مره كيعاود يكذب عليك مرتين. ما بقيتش كنثق فيك يا ناديه. اسمح لي يا سي صالح، والله ما نبقى نعاود. من اليوم